فتحي يا فتحي، انت هذا؟ ايوه سعادتك باشا. ساعة لما ترد كنت فين؟ كنت بجهز الغدا سعادتك. جهز الصبح واطلع عند المدام مايسر. المدام مش موجودة يا باشا. يعني ايه مش موجودة؟ خرجت سعادتك. ايش راحت فين؟ لا سعادتك ما قالتش. كنت فين يا هانم؟ خرجت شوية. ما أنا عارف إنك خرجت. خرجت رحت فين؟ أبداً، كنت عند ماما. إشمعنى؟ ما أنا قلت لك قبل كده يا عادل إن ماما كانت تعبانة ولازم كنت أعدي عليها في البيت، ولا هو بقى حرام إن أنا أزور ماما؟ لا لا حرام ولا حاجة، بس المفروض قبل ما تخرجي تستأذني مني. ما هو حضرتك ما كنتش موجود علشان خاطر استأذن منك، ولا المفروض عليا كنت اقعد استناك والبس واجهز واستنى حضرتك لحد ما اتشرف عشان اخد منك الاذن الكريم؟ ايه اللهجه اللي بتتكلميني بيها دي يا مايسه؟ انا اسفه يا عدلي. مايسه 100 مره قلت لك قبل كده لما اكون بكلمك ما تدريش ضهرك وتمشي قبل ما اخلص كلامي، مفهوم؟ حاضر يا عدلي، اتفضل خلص كلامك. لا مش هنتغدى مع بعض ولا ايه؟ لا انا ماليش نفس، كل انت عن اذنك. شدوا حيلكم يا رجاله، خلونا نروح بقى من الغرفة في داهيه. ايه الاخبار يا بركه؟ فل الفل. محاربي فين؟ راح مشوار، حصلنا على المعلمه انشراح. مشوار ايه ده؟ اهو مشوار كده بيربط الحبال السايبه. يا عم عنتر عامل ايه؟ حربي اللي انتوا بتعملوه ده غلط، وغلط كبير. لو الباشا الكبير علم بيه مش هيرحمكم. متخافش علينا يا عم عنتر، كل اللي بيحصل ده بأوامر الباشا الكبير، وأوامره لينا نخلص من عزام وعنتر. عزام خلصنا منه بقى، الله يرحمه، ما فاضلش غيرك. انت جاي تقتلني؟ انا لو كنت عاوز اخلص منك كنت قتلتك امبارح بالليل في العوامه ورميت جتتك في النيل. بس بصراحه ما قمتش عليا. اي مكان برضه احنا بنعيش وملح، والعز اللي احنا فيه ده انت واحد من اسبابه، والنادل بس هو اللي ينكر ده، واحنا مش قدها يا عم عنتر. قصدك ايه؟ انت بلدكم في الصعيد مش كده؟ اسيوط مركز البداري، بلد اسمها العثمانيه. امسك. ايه دول؟ انا هقوم اوصلك دلوقتي الاول الطريق هنا، ومن هناك تاخد اي مواصله ترجع بيها بلدكم في الصعيد. عايزك تختفي هناك، غير شكلك غير اسمك، المهم اياك ترجع القاهرة هنا تاني. احذر. عايزك تختفي من على وش الارض. عنتر الشندويلي ده بح، كان في منه خلص، فهمني يا عنتر؟
انت اللي فاهم يا باشا. الخبير اللي بيعرف انك انت هربتني هيسكت؟ لا، هيفضل ورانا احنا التنين لحد ما يقتلنا. انت ما بتعرفش الناس دول يا حربي، ما تعرفهمش. دول مفيش في قلوبهم رحمة. محدش بيدور على ميتين يا عم عنتر. انت بالنسبة للباشا الكبير دلوقتي اتقتلت امبارح بالليل في العوامة واترمت جتتك في النيل، وزمان السمك اتعشى بيك وحبس. انت قلت له كده؟ يلا يلا بينا نمشي من هنا. الدنيا قربت ليل ولسه اطلع عليا وعليك. ايوه ايوه عدلي بيه. انا مفيد. انا مفيد في ايه تاني؟ الحكاية عكت على الاخر، وانا بصراحة ماليش غيرك. البركة فيك يا عدلي بيه. يعني ايه البركة فيا؟ انا كنت خلفتك ونسيتك؟ يا عدلي بيه، ده انا من رجالتك ومحسوب عليك، وياما وقفت جنبك وساعدتك. المفروض انك تقف جنبي وتساعدني في الوحلة السودة اللي انا فيها دي. انا نص ساعة وهكون عندك في الفيلا. اوعى تيجي الفيلا. من مصلحتي ومصلحتك ان ما نتقابلش تاني بعد كده خالص، مفهوم؟ يا عدلي بيه، انا مفيش قدامي غيرك عشان الجأ له، ولا هضطر الجأ للبوليس علشان يحميني.